الغضب من عيونه بشرقة لهب. حقك فرد منه عتاب. لا لا تفرد فيه لو كانوا عشر سنين. يا أهل الحارة، يلي قتل بنت الحارس هو خطاب، هذا اللي واقف قدامكم. بس يكون بمعلومة انه ورقتك قربت تهرب الحال وعلى يدي. بلحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. تحمل صبر بس القهر. انك ما تعرف مين عم يضربك سكين. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. بس القريب بيذبحك وانت مأمن من فيه. عم يضربك سكين. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. تحمل صبر بس القهر. انك ما تعرف مين عم يضربك سكين. تحمل صبر بس الظهر. انك ما تعرف مين عم يضربك سكين. انت ليش قتلت لخجو بنت الحارس؟ سهرك ابو حديد. لقوه مقتول ومدفون بارض ابو حمدي. بد ما كان بيضل اسمه ابو ولادي يا خالتي. انت الك شي بمقتل ابو حديد؟ لازم الناس يعرفوا مين وهذا خطاب اللي شادين ضهرهم فيه. حسابك كبير معي يا دبور. شو يعني بدي ضلني عايش كل عمري مزلول بهالحارة من ورا حلقة الشوارب اللي حلقوا لي اياها؟ انا ما بدي حدا يجيب معدلنا بالعاطفة. بدي اخلص منك يا عمي. شو سايب حالي يا عمي أبو فكري؟ لك شوف حالتك، شوف حالتك شو صاير فيها. ليل نهار وانت سهران على خدمته وراحته. لك شو انت حديد؟ اي والله عم بتعب عنده. لك يا اخي اترك الشغل من عنده. شباب صحتك اهم. لك يزعل مني؟ لك يزعل يعني شو؟ يومين وثلاثه بلاقي له واحد تاني بشغله عنده. اسمع لقلك، من بكره الصبح بتنزل لعنده بتقول له انا بدي بطل من عندك واعطيه مهله يومين وثلاثه اللي بيلاقي له شي واحد. هيك ايه. وهلا روح على بيتكم، روح ارتاح. شباب أنا. أنت شو؟ أنا يا عمي أبو فكري سمعت اليوم حكي عن محروس. شو سمعت؟ أبو حمدي كان بعدهم عند أبو ناجي على اسطنبول. شلون؟ هيك سمعت أبو ناجي. ليش كان بعده؟ مشان يرجع أبو ناجي على الحارة. أيوة. وشو كمان قال عنه؟ أنا هذا اللي سمعته من أبو ناجي يا عمي أبو فكري. ماشي، روح هلا على بيتكم. وهالسيرة هي بنوب ما بتفتح قدام حدا. ها؟ طيب ليش؟ مثل ما عم قلك، حتى لأبوه لا تفتح له السيرة. شو؟ تفضل روح على بيتكم ارتاح. مع السلامة. هريك انت يا ابو حمدي اللي باعت ورا ابو ناجي على الصنبور؟ شو عليه؟ او تشوفوا يا شباب شو صار بالدبور. مثل القديش.
صار يرفس يمين وشمال. بس ويكون مو قليلة يشوف شواربه معلقين على الباب. والله هذا مقامه أبو الصيد، هذا هو مقامه. قلت لك كاس شواربه ولل للدبور. اي والله كعب أبيض وناشف وناشف. صحتين على قلبك. وعم شو العرقات هدول؟ فكري ليش هيك واقف بوشي؟ قلت لحالي مركدا بدك شي خطاب. شو بده يكون بدي يعني؟ اي شي بعيوني بخدمك. روح التهي بشغلك افكري. روح بامرك خطاب. استغفر الله العظيم. معلم ابو حمدي اذا بيقول لي موت بموت. ايه ايه بموت بموت. ايوه انا كمان بموت. كلياتنا بنموت. الفاتحه حاجو يا اخوانا. وانا كمان معلمي هذا شو اسمه كان ابو ناشي. ابو ناشي هو هذا واحد خروق ما بيقول لي لا موت ولا موت حدا، مع انه انا يعني بس شغل سكينتي اكلك بصير الموت عندي مثل شرب الكاس. لقد لقد لانه ما بفهم. روي ابو عذاب روي، يعني مو مبين عليك. لا يا طيب لا لا عم تحكي هيك. يعني انت شو في دم برقبتك؟ هات لشوف شو في دم. لك هو هو قدي في دم. هل كم واحد منهم ابو عذاب؟ ايه عد عصبيعك. واحد واحد حارس حارة الايمرية. اثنين اثنين ابن بياع الفحم ابو دياب. اك عرفته؟ لا ما عرفته. ايه لك انصرنا اثنين. ثلاثة ثلاثة ايه اربع عساكر عصملي مع حميرون. حاجة يا ابو عذاب حاجة. شوف انا شو في برقبتي. هات لي شوف. عد على ايدك ابو الصيد عد. واحد ناطور الارض تبع ابو حمدي ابو العاص بذاته. ليه صاحبك ابو حديد الله يرحمه. ثلاثة بتعرفوا انه انا اللي ساويت ابو حمدي مختار؟ ايه سلو ايه اسألني شلون؟ شلون؟ لأني أنا قتلت المختار، ولو ما قتلت المختار ما بيستلم أبو حمدي المخترة. دقة هو اللي قتله. خير خير ابو فكري، جيت لا سلام ولا كلام.
شباب شو صاير معك؟ سمعت لك سمع اليوم يا ابو مستو ما عجبتني ملوب. خير ان شاء الله. شو سمعت فاروق؟ سمع اليوم من ديوان المختار انه ابو حمدي هو اللي بعته على اسطنبول ليرجع ابو ناجي على الحاره. نعم شو هالحكي؟ هيك سمع فاروق من ابو ناجي. نعم على القصه مازال بعته لعنده وابو ناجي اجى على الحاره. محروس وين راح؟ لهلا ما بين علينا وين راح. فاروق ما سمع بيد الحديث يا ابو مستو. والله شغله بتحط العقل بالكف. لك شو رايك؟ روح بكره لعند ابو واصل وقل له يروح لعند ابو حمدي ليساله عن محروس. اوعك اوعك يا ابو فكري اوعك. والله بتضطرب على الحاره فوق راسك وراس فاروق. وليش بقى؟ لأنه فاروق نقل حكي من الديوان على الحارة. يعني فاروق ما بيتأمن على سر. والله كلامك مدوزن يا أبو مستو. أنا بقول إنه خليك ساكت هاليومين بلكي منعرف من أبو عزاب إمتى راح وإمتى بده يرجع على الحارة. ايه ابو عزاب كرفيقه يلي قال انه سافر هو وياه على فلسطين. شباب بس انا حبيتك الك يا ابو عطا. حبيتك الك والله شهيد علي. بوس ايدك بوس ايدك لا تكرهني معه. خليك معي لاني انا والله والله معك. خلاص بقى يمينه من سيرتها. انت انساها ابو ناجي انت مو انا. استغفر الله العظيم. خلص روق ما عاد تجيب سيرتها. مشان الله يا ايمان لا بقى تجيبي سيرتها بنوب. حاضر على عيني لا تعصب. لا حول ولا قوه الا بالله. اساسا انا غلطان بعترف انه غلطان لما سمعت من ابو حمدي ورجعت لهون. لك ابو حمدي غدر فيني. ليش شو سوا معه؟ ما قال لي انه تجوزت. يعني لو رجعت لهون ولقيتها مالها متجوزة كنت بترجعها؟ يعني رح بترجعها؟ رح رجعها. قولي على قلبي إن شاء الله قولي على قلبي. لك أنا مو مشان مشان ناجي مشان ناجي حتى يعرف أمه. بكرة لما بموت ناجي ما رح يترحم علي لأنه حرمته من أمه. ما لازم ضل ساكتة؟ لا بس معقول افضح اخي ابو حمدي؟ يا رب مالي عرفاني شو الحقيقة. مالي عرفاني اقول الله يرحم روحك يا قائمة ولا اقول ان شاء الله بترجعي بالسلامة يا كريمة. يا رب دخيلك شو بدي اعمل؟ أبو سيد شو بقى؟ ليش طالع بهالليالي؟ خلينا ربك يا أبو فكري. ما عم نام الليل. عم يوجعك شيء؟ يا ريت. ولك كنت عرفت مرضي وداويته. لك هاي شو القصة؟ حرمتي يا أبو فكري طول الليل عم تبكي وتتناهنها وتضرب براسها. بدها ابنها محروس. منين جيب الأياء؟ محروس؟ ورحت لعند المختار؟ رحت لعند اليوم وقلعني شيء. ليش قلع؟ قال هو ما بيعرف وينه وما دخله وما راح يدور عليه كمان. ايه مو معقول هالحكي بنو؟ شلون مو معقول؟ لأنه أبو حمدي بيعرف وين هو محروس. شلون بيعرف فكري؟ قلي. والله ما بعرف احكي ولا ما احكي. احكي يا فكري احكي. أبو حمدي هو اللي بعد محروس على اسطنبول عند ابو ناجي. شو عم تقول؟ مثل ما عامل لك. وانت شو عرفك؟
مساء الخير يا ام محروس. مساء النور. يا الله وين كنت؟ كنت بالحارة شوي. انا عم بتعبك معي ما هيك؟ لا ولا يهمك، المهم انك تتعافي وترجعي مثل ما كنتي واحسن. الحمد لله، انا اليوم احسن من امبارح بكثير. الحمد لله الحمد لله. خير ابو واصل؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء، بس تعبان شوي. سلامتك. الله يسلمك. يا صباح الخيرات. شو بلاقيك فايق بكير؟ أكليش أجاني نوم عندكم، مو في بنت زايرة أمانة عندكم خالتي؟ أيوة أنت مشان البنت اللي زايرة عنا نمت هون برا؟ ما بدي أضايقها، خليها تاخد راحتها وتتفتل بالبيت على كيفها. إيه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا رب. الله يستر عليها. آمين يا رب. ساوي لك بريق شاي أمي؟ يا ريت، حاكم الشايات بطلع من إيديك غير شكل. على عيني، من عيني هي قبل هي. حبيبة عمري. شفت كريمة بالحارة. شو هالحكي أخي؟ كريمة ماتت الله يرحمها. الله وكيلك يا أختي، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض. شفتها بعيوني هدول بدها كلهم الدور. يو بتكون مستشبه فيها بشي وحدة أخي. الله يرحمها. شو شاغلة بالك؟ اي والله لو عايشة لأخطب لك ياها بغصب عن أهلها كلهم. وهلأ أخي ما حاجتك عزوبية؟ أنا ما عاد أصبر عليك أكتر من هيك. ها؟ أيوة عم قلك. الله كريم يا أختي الله كريم. يا الله يا أخي يا أخي يا كريم. يلا يا كريم. شلون عم يتزور ابوك وابنه؟
شفت اخي لك ما شفته. شو بتسميها يا اخي؟ شو بتسميها؟ شو الى اسم هي غير تحدي؟ يا عيني عليك، هذا اللي بدي اسمعه منك، مشان هيك ما حدا يحكي معي ولا كلمه شو ما عملت معهم. ها يلا يا ابي، يلا كملوا شغلكم، يلا يلا يا ابي. هلا جايين معي على بكره الصبح مشان تهز بدني، ما قلت لك ما بعرف شيء. انت ما جبتني اصلا من هنيك يا ابو حمدي؟ شلون يعني اصلا؟ فهمني يا هي، ما فهمتها. انت اللي بليتني هالبلوه، انت غدرت فيني يا ابو حمدي. وزين كلامك بناجي، انا ما غدرت فيك، انا لو بعرف بدي يصير معك هيك كنت جيت عندك بذات نفسي وشرحت لك شو صار بالحاره. وانت مانك قاصد جيتي على الحاره مشان شيء ثاني يا ابو حمدي؟ مثل شو يعني؟ يعني مثل بدك تاخذ تارك من عيلة الصواف مثلا. هلا شو انا بعيلة الصواف؟ يلي بيننا انتهى صفحة وطويناها. والقتلة يلي اكلتوها يوم العرس؟ مين قال لك هالحكي؟ دريت من ناس خناقة صغيرة صارت بساعتها تلفلفت، نحن ما حبينا نكبرها مشان الاولاد يتجوزوا، بس ابو عطا ضل يبس راسه بده يطلقهم، بعدين دخيلك شو القصة يعني؟ خبرني يا ابو حمدي، انتهيت ولا لا؟ لك نصيب ما في، بعدين كل واحد راح بحال سبيله. لو يا ابو ناجي، انت بتعرف انه انا بحبك وراح اضل واقف جنبك شو ما صار. يا مو، قلت لك انا ما بدي اروح. قولي على كسرتك لهلا ما لبستي. يا مو، لازم نروح نكسر السفرة عنده؟ شو نحن مشتهيين اللقمة يعني؟ الست إيمان هي اللي عزمتنا مع مرت عمك نورية. يا مو، نحن ما لنا فاضيين، عنا شغل بالبيت. يلا خلصينا بلا لعي. يا مو، هن عندهم خدامة ونحن عنا تعزيل بالبيت، ما لنا فاضيين. خلصينا خلصينا، يلا يلا امشي امشي، ما بدنا نتأخر. يا بسامح أخي. أبو نيزك داخل واسطة خير بين أخوك وبين خطاب، لكن إن شاء الله يوافق. أكيد رح يوافق إذا عرف إنه مو مكتوب كتابك على حدا. لو تعرفي يا يامو قديشني فرحت وقت اللي قالوا لي إنه اللي كتب كتابه علي مات. الله استجاب دعائك يا بنتي، لأنك مظلومة مع أخوك أبو ماضي. إيه والله يامو، وأنا سامحته لأخي من كل قلبي. الله يوفقه يا رب. آمين بجاه رب العالمين. يا رب تسلم كل ولد لأمه وتحمي كل شباب البلد. يا مو، شو يا مو؟ أنا عم فكر ليش ما بنروح نعمل زيارة لبيت أهله لخطاب. شو عم تقولي يا سماح؟ إيه يا مو، شو عليه؟ نتعرف عليهم. سدي حلقك وليه؟ والله ما يسمعك أخوك ليفش حنكك فش. طب يا مو شو اعمل؟ والله فرحانه. اصبري يا مو اصبري، الله كريم وراح يجبر خاطرك باذن الله. يا رب يا رب. يا اهلين وسهلين، تفضلي ست سليمه. اهلا وسهلا، اعطاك انت هو. اهلا وسهلا. هي سبتك اهلا وسهلا. تعي اطلع على الاوضه تحت. يا ريتك شايفه الست معي. مين قال لك مريت لعند بقيت الباب ولا كانت كيفك؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تفضلوا سليم. لو سهله اقول شيء. وليش ما اجيتوا دغري لعندي على الحاره خبرتوني؟ لقينا شغلته ناكته يا اخي، بعدين احنا ما قصرنا فيه. لك شلون شغلته ناكته لك اخي؟ هذا ابو ناجي ما بتطلع كلمه من تمه الا حاسب الف حساب. ليش عم بيقولها؟ طيب معلم، هلا شو بدنا نسوي؟ ما كان لازم تردوا عليه، كان لازم تتركوا لي اياه، لاني انا بس الوحيد اللي بعرف دباره. Thank you.
مرحبا سيد ناجي. أهلين دبور، خير؟ أول باشتان، أنا اسمي خطاب. تاني باشتان؟ تاني باشتان قلو لأبوك هاي الفوتة اللي فات على القهوة، لا بقى يعيد ابنه، أحسن ما نقرأ منه الدبور، قصدي خطاب. وليش هيك عم تحكي؟ أنت وصل له هذا الشيء وهو بيفهمه لحاله. شو يا خطاب؟ عم تهدي؟ أنا ما عم هدي، بس مثل ما بدك تعربها عم نعربها معه. خاطرة شو بدك يعني يعمل لك فيه لهذا الواطي؟ يا بي انت بعد عنه وانا بعرف شغلي معه. لازم نكسر راسه. خلص قلنا لك انت بعد عنه. شو ما تسمع امرك. مشان الله ابو ناجي، والله انا خايفة عليك وعلى ناجي من اهل الحارة، دير بالك. لك لا تخافي، هذا الدبور ببعبع بعبع. بس انا خايفة منه. خلصنا بس، روحي لعند ضيوفك. تزوجوا يا بي. شو قلتي وليش قلتي؟ ما بدي. اي بدك في جوازي غصب عنك وعن اهلك وعن ابوك وعن امك. ما بدي. طول راجل بشكل هذي رجل. يا بي ما بدي. الله يا بي. بسي بدي انت تتجوزي رجلك وراسك يا كلب يا حمارة. نعم اختي. نحن يلي اجينا لعندك مشان بنتك زهرية اخي. اهلين وسهلين، تفضلوا تفضلوا. ما بدنا نتفضل، جايين نقول لك ما عاد بدنا نسبقهم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليش اختي؟ اخي نحن سمعنا حكي كثير على عيلتكم وعلى زهرية، والمنيح اللي ما صار نصيب. كذب اختي كذب. الله يسترها ويستر على بنات الناس. امشي اختي امشي، لا حول ولا قوة الا بالله. شو ها؟ وعي ولد صغير. بعرف انك يا ولد صغير. لمين؟ لابني بكري. لناجي؟ هدول موت يا واحد موت. ليش مخلي كثير عم تقول؟ هدول يا ابني. مشان الله. شو لازم ساوي يا عمي؟ انت لازم ما عاد تطلعي من هون غير لحتى يروح فتحي من عنا. وانت رايح؟ يعني بعد كام يوم. بس بده يرجع يا ابو داود، بده يرجع. منشان هيك لازم المخلوقة تلاقي لها قرنة تعيش فيها غير هالبيت. وليه؟ وانا وين بدي اروح بحالي؟ والله ما بعرف يا عمي. مشان الله بوس ايدك يا عمي خليه يروح وما عاد يرجع. مشان الله خليني عايشة عندكم.
لك يا عمي انا ما بقدر اقول له لا تجي لعنا، ما بقدر. ليش يا عم؟ لانه امه لفتحي الها حصه بالارض مع اختها ام داود. شو يا خالتي؟ مزبوط يا خالتي مزبوط، انا وابو داود ولاد عم، وهالارض كلياتها ورثه من العيله، وبعد ما ماتنا هو الوحيد اللي بده يورث. الله يطول بعمركم. قد ما طال يا بنتي، انت لازم تفكري بحالك شلون بدك تعيشي بهالدنيا. هذا الولد فتحي ازعر وقليل ترباية، انا خايف عليكي منه، بعدين في له سبابي. قولي على قامتي. وانا وخالتك ام داود ما رح نقدر نحميكي بالايام اللي بقياني من عمرنا، فلازم انت تدبري حالك وتلاقي لك غير هالبيت تسكني فيه. ايه محروس اجى لعندي على اسطنبول بعدين رجع. ما بتعرف لي وين راح يا ابن اجي؟ اكيد رجع على الحارة. بس هو ما رجع على الحارة. لك يا عمي اسألوا ابو حمدي عنه، معناها بعده لشي قرني هون هون. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. كنت خير عمي ابن اجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن شاء الله فكرك عزات رح يساوي مثل ما قلنا ويقول له لأبو حمدي ساعدنا. إيه أنا ما صدقت أنت نفت منه، بعدين ما صدقته ولا بكلمة. أنا عم فكر أنه ليش ما غدر فينا أنا وياك وقتلنا. يمكن الله العليم أبو حمدي مخبينا لشغلة كبيرة. لا تستبعد. يا ريت تروح على حارتك يا أبو الصيد. شان شو بدي روح؟ بدي أبعت معك شغلة للدبور. ولي بدك يعني قابل الدبور؟ ايه شو فيها؟ اعوذ بالله، ما بقدر شوف ولا يشوفني للدبور. انت مالك قاتل اخوي ابو الصيد؟ لك لو كان ما بدي شوفه بنوب بنوب. طيب فكر منيح. بلا تفكير، لا بدي هالروح ولا بدي اشوفه بنوب بنوب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لك والله ما لي قده، والله العظيم ما لي قده. شو ساوي؟ شو ساوي هلا؟ يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي أبو عصري خير شبك؟ شو في بدك شيء؟ أنا ما لي قده، ما لي قده يا خطاب، ما لي قده. مين هذا اللي مالك قده لك أبو عصي؟ المختار أبو حمدي، أنا ماني قده. أيوة هودا شوف هون، حكي لي شو صاير بينك وبينه؟ القصة وما فيها. شدوا يدكم شوي عشان الله أعلم. شلونك حاجي؟ أهلين بالشباب. أهلين جابي. أهلين حاج. تفضلوا تفضلوا. تعال امشي روح معنا مشوار. لوين؟ عاوز اعطي شغله امشي. ايه؟ حمدي لكن انتوا كلوا راحتكم، انا عندي كم شغله بدي اضيون وبرجع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ديروا بالكم على المحل يا رجال. شرطه تفضل. لكن ابو حمدي هو اللي جاب ابو ناجي على الحاره. ايه ابو ناجي هيك قال لي. شرف معي ابو واصل، شرف لشوف. شرف اخي ابو واصل، شرف. نعم محروس، وين ودرتوا ابو حمدي؟ محروس؟ اي نعم محروس، ولا سمعك خفان؟ شو بيعرفني؟ شلون شو بيعرفني يعني؟ يا ابو حمدي مو انت بعتته لمحروس لعند ابو ناجي مشان يناديله من اسطنبول؟ اه ابو ناجي حكى لي كل شيء مختار. بقى وينه محروس ابو حمدي؟ صدقني ما بعرف يا خطاب. ابو حمدي الشغله ما بدها لف ودوران، محروس بده يرجع على الحاره. بقى احكي لوين اردفته؟ ايه عود عود خطاب عود. معلش مرتاح هيك، انا سمعي بيقوى على الواقي. مزبوط كلامك، انا بعته على اسطنبول يوصل له امانه لابو ناجي.
ووصل لعند ابو ناجي ولا ما وصل؟ وصل لعنده بس الامانه ما وصلها. هرب فيها. شلون يعني يا ابو حمدي؟ انا هي ما عربت معي. يعني محروس ما رجع؟ يعني هرب ومشي وما عاد عرفت وين طريقه، وسرق لي 10 ذهبات. 10 ذهبات؟ انا ما حبيت اني بلغ الكركون شنو خفت يقولوا انه ضحك على المختار وسرقه. هيك لك هي هي الحقيقة. طالما هلأ انعرفت وانكشفت أنا رح بلغ الكراكون خليه يدور عليه ويجيبوه ويخلوه يعترف انه هو اللي سرق الذهبات. ايه ماشي يا محمد، نحن رح نستنى لمحروس وخلينا نشوف وين كان. قلت لك هربان وسرقني يا خطاب. ايه ان شاء الله تكون صادق بعيد من قبالي. شرف ابو واصل، شرف. فاروق، فاروق. مرني مختار. روح ناديلي لحمدي. روح. امرك. بسرعه. امرك مختار، امرك. وين ما عاد اجى لعنا يا امو؟ أبوكي سافر لبعيد يا عمو، سافر وما عاد يرجع. يا الله منه، ما يقول بده يسافر. بس إلا ما يجي يوم ويجي صح؟ لا يا عمو، ما عاد يجي بنو. شو مات لحتى ما يرجع؟ لا شو مات، بس هلأ ما رح يرجع. إيه هذا كلامي يا عمو، يعني إلا ما يجي يوم ويشوفنا أنا واختي فيه. ولوين سافر يا عمو؟ راح لعند ربه يا عمو. شو يا عمو؟ راح الحج يا عمو، الحج. على الحج؟ أي يلا بكرة بجيب لنا معه طاقية وقلابية بيضة ومية زمزم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. خير؟ جايين نستلم البيت يا أبو عطا. ها، وأنا ما راح أسلمكم البيت ولو على روحي. لا تعارض يا أبو عطا، رح ناخذ البيت ولو بالقوة. وانا عامل لك ما راح اسلمكم اياه ولو على روحي. شو ما عم تفهم يا فندي؟ ابعد هيك عن الباب، بعد. تبعد عن الباب وامشوا من هون. فوتوا على البيت. طول بالك، طول بالك. وين 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 ما فايت؟ طول بالك يا ابني. شو في يا فندي؟ شو في؟ هذا مو شغله. هدي حالك شوي يا فندي، هدي حالك، خلينا نتفاهم. ما في تفاهم، واليوم بده يسلمنا البيت وهلا. شو يا بعطا؟ مثل ما انك شايف يا ابو جوزيف. لك يا عمي مهلو كم يوم بس لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، بعدين انتو ما عطيتوه عواضه لهذا البيت. مو شغلتي، بيراجع الحكم دارية بيعطوه بيت بداله ما بيعطوه، ما دخلني انا. اليوم بدنا نستلم البيت وهلا. عم بقول لك بس مهلو كم يوم لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، يعني بدك اياه ينام بالطريق هو وعياله؟ يومين وبس. يومين يومين. ماشي. شايفة حمياني يا بعطا؟ يا عمو شو رأيك نخطب لأخي هشام كوكب بنت أم فكري؟ كوكب ما غيرها؟ ايه الشبهة يخزي العين عليها، ما شاء الله حلوة ومتقنة ومضايفية وست بيت. ايه ما اختلفنا، بس أبوها دومري الحارة. ليش شبه أبو فكري خالتي؟ ايه والله ما حدا بيسترجي بالحارة يحكي عنه هيك المزاح لي. وغير هيك طلعت بتقرب بيت البكواتي بالرضاعة، يعني هند خانه بتكون عمتها. ليش نحنا شو بدنا بالقربة لك سعدية؟ نحنا بدنا البنت مو قرايبينا سليمة وهند خانهم يا بعدي. مع كل الحارة عم يقولوا انهم قرايبين بيت البكواتي. ليش هنن اصلا معترفين فيها؟ لك يعني بتضل قرايبتهم اختي على هالقربة. هلأ شو بدنا بهذا الحكي؟ قرايبتهم ولا مو قرايبتهم؟ المهم انا شايفة هالبنت خرجة تكون من نصيب اخي هشام. ماشي يا مو ماشي، خلينا بالأول نسأل أخوك خطاب. أخي دغري رح يوافق يا مو. إن شاء الله يا مو، إن شاء الله. بكري بكري نعم حمير. يخرب بيتك على هالقصة، روح جيب لي نارا. حاضر حاضر. تعال قبل ما تروح لب الأبعيد. عمّا شو القصة هي؟ وين عم جميل؟ إذا الميات مو سخنية اليوم ما راح يفعل لك إجرها. لا سيدي الميات مثل النار، بقى لا تلبسها. أنا عم تلبسها لك أبو فهمي. إيه سيدي؟
مشان ما تدفع الاجره. وانت قلت ما راح ادفع لك الاجره، شو رايك؟ لا سيدي بدك تدفع الاجره وفوقها اكراميه كمان، شو رايك انت؟ ها ولمين الاكراميه؟ لا للشغيله تبع الحمام يا بي. سيدو انا ما راح ادفع لا اجره ولا اكراميه، شو رايك؟ كأنك رجال بتحط رجليك برات الحمام لشو؟ عم تهددني ابو فهمي؟ روحنا يا هاجي افندي. انا هاجي افندي. هلا بعدين شفت لي شو بده ابو فهمي؟ شو بده؟ قال شو بده؟ يعني ادفع اجره الحمام لعفوها اكراميه للشغيله. انا عدم مؤاخذه اولادي ما بكرمون. ايه عدم المؤاخذه، انا الحمام ماني فاتحه سبيل على روح المرحوم جدي. شو يعني؟ يعني مثلك مثل غيرك، واذا بيجي ابو حمدي بذات نفسه بده يدفع الاجره والاكراميه كمان. شو ابو حمدي ناجي؟ علين حمدي. شو قصته المختار؟ لا لا ولا شيء، تعال احكي لك عن الصدر. بعد اللي صار مع ناجي نويت ارجع على اسطنبول وبعد عنها. يا ريت يا ريت نسافر بكره. راح ابيع كل شيء اشتريته بالحاره ولو بخساره. ايه عشل عشل الله يخليك. شو علي يا ابو فهمي؟ خلصنا لك حمدي، شبك؟ قلنا لك شغله صغيره خلص خلصت، لا تحط ببالها. لا ماني حاطه ببالي، خلص نسيته. تعال هون لا ابو فهمي. مول سيد حدي، لك انا من يوم يومي بعرفك بتحب الفتن بالحمام. انت شو لك علاقه ببعضناها اذا دفع الاجره ولا ما دفعها؟ هو جربان سيد حمدي جربان. لك جربان ولا مو جربان؟ انت شو لك علاقه؟ الحمام ملك ابوك شي؟ لا مو ملك ابي. معناها حميل ضرب طريقك ونقلع من هون. لا سيدي ما بحق لك تقلعني من الحمام بوجود معلمي بالحمام. شو عم تحكي بدا؟ هيك عم قلك ما لك صاحب الحمام وتقلعني من الحمام. مالك حق حمدي، مالك حق تضربه وتقلعه وانا موجود. لا سيدي هاي كان لازم تصير من زمان. شنو حمدي لما كان ماسك الحمام هداك لا كان يقدر لا يحوس ولا يلوس. وانا هلا اللي ماسك الحمام ما بحق لحدا يتدخل بشغيلتي غيري. ولا انا ناجي؟ لا انت ولا غيري. تحمل صبر.